صباح الخير عليكم. اليوم رايحين نعملو العدس الاحمر اللي عمالنا بالفوائد تاعو الكبيره، انه غني بالفيتامينات، غني بالحديد. نتقدروا حتى تريحيوه كيما هكذا، تريحيوه في المولينكس، رايحين يساعدكم في معالجه فقر الدم. نبدأ الطريقة تاع العدس هذا. كما قلت لكم يجي بنين ولذيذ، هو يجي طايب وما يستغرقش وقت كبير، وحاسه للأيام الباردة. ولمعالجة الفقر الدم لازم يدخل في الغذاء لولادنا ولينا كامل. راح نشوفوا المقادير تاعو وحنا رايحين نطبخوه. كما قلت لكم ما يستهلكش وقت وما يكونش فيه مقادير كبيرة. اول حاجه راح نديروها نحطوا شويه تاع زبده وشويه زيت في برمه هكذا، نقليوهم كيما هكذا كيما نقولوا حتى يدوب الزيت، يدوب الزبده. كيما قلنا استعملوا هذا العدس الاحمر، راح تشوفوا الفوائد تاعو كبيره كبيره بزاف. كما قلنا هو يعالج فقر الدم، مليح الأجواء الباردة، احنا داخلين على فصل الشتاء. أول حاجة هنا راح نحط البصلات مقطعة عشوائي، نقليها راح نزيدو لها فصوص تاع الثوم، 4 فصوص أو 5، ومليح هو يحب الثوم. نقليهم مع بعضهم حتى يتجانسوا. هنا واش راح نزيد؟ راح نزيد لهم القليل من الملح، ما نكتروش، نزيدوا بشويه وندوقوا. كي نشوفوه استغنينا على الملح نحبسو. هنا راح نزيد شويه يعني عرس المغرف تاع فلفل اسود، ما نكتروش التوابل في هذا العدس باش ما تغطيش على طعمه العدس. نزيدو شويه تاع فلفل احمر حار فقط، الكمون يعني هو نخليوه الاخير، من نقليوهش من الاول لانه يصيب المروره، نعرفوا انه العدس يحب الكمون ثاني. هنا راح نديروا مغرفه صغيره تاع طماطم مصبره، مغرفه صغيره ما تزيدوش عليها، نص مغرفه ولا مغرفه صغيره فقط، نقليوها باه تطيب هذيك البنه تاعها. هنا راح نضيف العدس مشلل، كاس تقريبا تاع عدس يكون مشلل ومرتين ولا من الاتربه هذيك، نضيفه نقليه مع التقليه تاعنا، ونكونوا حريصين انه راح يلصق، لازم يكون يدنا ما يتنحاش منه. هنا راح نزيد جوز مغارف تاع صغار فارينة، هذه شفتها في الطريقه التركيه، يزيدوها باش تجي شويه خاطر ويجي كريمي هكذا العدس تاعنا. نقليه كيف كيف، نقلي هذيك الفارينة باش ما تطيبناش طعمه تاع الفارينة كي تطيب، نقلاها مليح مع وهنا راح نزيد ندير زوز حبات جريوات وحبة صغيرة تاع البطاطا مقطعة كما قلنا عشوائي، لأنه كامل راح يطيب وراح نرحيه. هنا نزيد شوية الماء باش ما يتلصقناش وتحرق، نقليها. قلت لكم هذه سهلة يعني في
ربع ساعة تقدري توجديها، نص ساعة يطيب لك العدس تاعك، لأنه هذا العدس الأحمر طياب. هنا هانا نزيد في الماء، هو قاعد يشرب، نحس فيه باللي قاعد يلصق هكذا، لازم تخلطي مليح. كي تشوفيه تقلى تقلى مليح تمرقي. هنا راني مرقت قلت لكم، ونخليه يطيب باه يطيب لنا العدس، يطيب لنا هذه جريوات والبطاطا، يطيبوا كانهم ليجوم يعني، ما فيهم حتى حاجه اخرى. قلت لكم يستهلكوش في الطياب بزاف، في ربع ساعه 20 دقيقه يعني نص ساعه يكون العدس تاعك واجد. هنا زدت له الماء كيف كيف وخليته يطهى مليح. هنا كي طاب حطينا له مغرفة صغيرة تاع كمون، نص مغرفة تاع كمون، ونزيد له مغرفة صغيرة هكداك تاع نعناع مجفف يابس، نحط له قبل الفلفل الحار هذا. وكما قلنا نص مغرفة هكداك تاع كمون، ولا مغرفة صغيرة تاع عفوا تاع النعناع. ونخليه هكداك واحد الخمس دقايق ولا كي يطيب لنا العدس تاعنا والمقادير اللي حطيناها. هنا تقريبا طاب العدس تاعنا كل شيء، البطاطا الجريوات. واش راح ندير؟ راح نرحيه. هو تقدر واحد ما يرحيهش، يعني كل واحد الذوق تاعو، كاين اللي يحبوا يختاروا يخليوه كيما هكذا هكذا عادي ياكلوه كيما هكذا، هذه كل واحد كيفاش يحب. وبس لانه العدس يدوب ذوبان يعني ما تلقاوهش خلاص، بس احنا نحبو نرحيوه. هنا انا رحيتو، زدت رجعت للقرن تاع الفلفل الحار، شوفوا كي يعود مرحي وشوفوا القوام تاعو كيفاه يجي كريمي. هنا واش راح نعمل؟ اللي يحب الحرور ويحب حاجه تجي حاره، هنا حطيت شويه تاع الزيت. واش نزيد له؟ نزيد له فلفل حار احمر هكذا، زوز مغارف ولا مغرفه هكذا نخلط باه يتقلى هذاك الفلفل الاحمر، باش نحط له هذيك كيما شفتها قلت لكم في الطريقه التركيه، يحطوها في التقديم اللي يحب الحار بزاف، اللي ما يحبش يخليه هكذا، لان المغرف اللي حطيناها الاولى ما هيش راح تكون حاره بزاف، بصح كاين الناس تحب الحرور بزاف. هذه طريقه مليحه كما قلنا، نخليوه هكذا يتقلى شويه واحد لزوز دقائق ثلاثه ونطفي عليه، يكون عندنا واجد هذاك الخليط راح تزيني به الصحن تاعك. هنا طاب يعني كيما قلنا، دركا واش راح نزيد له؟ نزيد له طرف تاع زيت زيتونه يعني شويه فقط، لانه هذو الحوايج يحبوا الزيتونه يعني الفول العدس اللوبيا هذوما يدخل فيهم الزيتونه بزاف. ها هو العدس نتاعنا كيفاه جا، شوربه تشهي. هاي هنا كيفاه التقديم تاعها. هنا واش راح ندير؟ ندير هذيك الطريقه تاع الرشه تاع هذا الحرور هكذا، ونزيد لها شويه تاع زيت الزيتونه. هاي هنا
نتمنى هذه الطريقة سهلة كما قلت لكم وسريعة، نتمنى تجربوها. دخلوا العدس الأحمر هذا، العدس بكل أنواعه في الأكلات. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، وإلى اللقاء في وصفة أخرى بحول الله. إلى اللقاء.